وانه من يصبح عدوي في مرحله معينه اعتبره صديق لتكتيكات لا اكثر ولا اقل. لكن ان يستمر نفوذ هؤلاء وان يعدوا حلفاء لمين؟ انا لا اعترف الا بالبابا والشيخ الاصل. هي دي مصر باختصار. انما هذه الجماعات السلفيه لا، دي تبع حته تانية. مش عايز اقول الحته التانيه، متى مش تبعي ولا انا تبعها. وانا اظن هذه هي نقطه الخطر الوحيده التي يمكن ان تكون علامه استفهام لم يجب عنها تماما في مشهد 30 يونيو. عظيم. انت قلت لي دي مصر البابا وشيخ الازهر. مصر ثوره 19. اقف عند البابا توادروس كاحد الملامح. اولا يعني يدوبك كان لسه جاي على الكرسي المرقصي، ويدوبك خرج من الكرسي الى المنصه. شفت كيف كان الرمزيه طبعاً المسيحيه. لان هفكرك بحاجه، انت عارف انه ايام الاخوان المسلمين كان يجهز شيخ اخر للاصل، عبد الرحمن اسمه ايه، عبد الرحمن ايه، عبد الرحمن البر بالظبط. هذا كان يجهز لكي يكون شيخ ازهر جديد، واحتل القرضاوي من بر الازهر. واحتل القرضاوي هو اللي جه عشان يلقي خطبه الجمعه من ميدان التحرير، واحنا مسمينها يوم قندهار. صحيح، جمعه قندهار. جمعه قندهار. اتخضيت يومها؟ طبعا اتخضيت. انا مش بس اتخضيت، انا قلت اذا سنصبح افغانستان. وصلت لهذه القناعة. هذه القناعة بالتجمع. المشهد مخيف. مخيف. وبعدين واحد من بتوع 25 يناير، من قيادات 25 يناير، شاب حاول يطلع، تقريبا ألقي به من على المنصة. أنا شفت هذا المشهد في التلفزيون على فكرة، لأني ما رحتش. فقلت لا خلاص بقينا قندهار. وكنا ماشيين في هذا الاتجاه على فكرة. دولة دينية، دولة دينية، البراح مفتوح للسلفيين يمرحوا زي ما هم عايزين. كلام عن الأقباط مخيف. وعن الفن. فن فن إيه؟ وعن التماثيل. لا خلاص. وبعدين بدأت تسمع اللي بيسفه لك نجيب محفوظ. وبدأت تسمع اللي بيقول لك إيه، نغطي التماثيل في أسوان والأقصر. ده ما عملهاش عمر بن العاص. يعني كل منطقة الخلفاء الراشدين دول وكل الحكم الإسلامي اللي دخل لم تمس قطعة واحدة من الآثار المصرية طول حكم الخلفاء الراشدين. تصور. طب انتوا جايين مين انتوا؟ وحتى وعلاقتكم ايه بالإسلام؟ وهو أصلا من الناحية يعني الدينية والشرعية مين حسن البنا ده أصلا؟ ده صناعة مش مصرية أصلا. ولما ندرس المسألة تاريخيا و 28 وتكوين الجماعة وتاريخها ومين اللي كان بيدعمها أصلا، ولسه وأنا قاعد مستني البرنامج لقيت شهادة في التلفزيون في برنامج صديقنا مصطفى بكري، مصطفى بكري عن الحسن عبد الرحمن، عبد الرحمن بيتكلم فيها عن بريجنسكي والتحالفات مع الإخوان المسلمين. دول مين دول؟ فأنا لما الاقي في هذا المشهد الرمزي الجميل شيخ الأزهر واقف مع البابا، أهلا وسهلا، دي مصر وحدة الهلال مع الصليب. لكن لما الاقي بقى مجموعة واحد بيمثل السلفيين، مين دول؟ يطلعوا إيه؟ وأنا لغاية دلوقتي رأيي يا أخي طبق الدستور. الدستور بيقول ما انش عنديش حزب قايم على اساس ديني. احنا لغايه دلوقتي بنضحك على نفسنا اساسا.